هل هناك تهديد بتساقط أمطار غزيرة في الأشهر القادمة في تونس؟ مؤخراً يشهد الشارع التونسي توتراً متزايداً نتيجة للتقلبات الجوية بعد الكارثة التي أسفرت عن فيضانات في مدينة درنا في ليبيا المجاورة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة وانفجار السدود في إتلاف معظم المناطق هناك وانجرافها مع السيول. وعلى الرغم من اختلاف الظروف الجوية بين تونس التي تعتبر واحدة من الوجهات الخضراء الساحرة وليبيا التي تمتاز بمساحتها الشاسعة وصحرائها الواسعة، إلا أن هناك أسبابا عديدة تجعل احتمالية تساقط الأمطار العنيفة في تونس ممكنة. يطلق على الأمطار الغزيرة التي تبدأ في فصل الخريف والتي ينتظرها التونسيون بشغف لسقي أراضيهم العطشة بعد فترة صيف طويلة اسم غسالة النوادر، وعلى الرغم من تلك الاستعدادات فإنها قد لا تكون كافية للتصدي لأي فيضانات محتملة مثل تلك التي وقعت في درنا. سبق للمرصد السويسري أن تنبأ بالعديد من الكوارث الطبيعية قبل حدوثها، بما في ذلك ما حدث في ليبيا مؤخرا، لكن المرصد عاد مرة أخرى ليطلق توقعات بحدوث أمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات في مدينة قابس جنوب تونس، ولكن بشكل غامض انسحب المرصد السويسري عن تلك التوقعات لأسباب غير مفهومة من الناحية المناخية. من جانبها سارعت الحكومة التونسية في عدة محافظات بما في ذلك قابس وصفاقس وتونس الكبرى لاتخاذ تدابير احتياطية استعدادا لمواجهة سيناريو يمكن أن يتحقق وفقا لتوقعات المرصد السويسري أو أي هطول مطري يمكن أن يشكل تهديدا لأمن السكان. وقد أكد الخبير البيئي التونسي حمدي حشاد أن التوقعات المناخية وبخاصة تلك المتعلقة بالطقس قد لا تكون دائما مؤكدة نظرا لتقلبات المناخ المفاجئة، وحتى إذا تحققت فهي تستند إلى دراسات متعددة حول طبيعة المنطقة والظروف المناخية التي شهدتها في الماضي، وبالتالي يمكن أن يعتبر هذا التوقع قابلا للنفي أو الاحتمال. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.